الإبل في كل مكان، حيث يجتمع نحو 50,000 في مدينة بوشكار في ولاية راجستان غرب الهند، في إطار أكبر مهرجان للإبل في العالم المتسم بالتفرد، حيث يجمع بين الترفيه وعرض ما يزيد على 50,000 جمل للبيع. ولكن العام الماضي توقف هذا المهرجان بسبب انتشار فيروس كورونا، لكن هذا العام عاد الحدث الذي يعتبر الأكبر من نوعه في قارة آسيا. وتشتهر في هذا المهرجان مسابقات الإبل، لكن الحكومة لم توضح بعد ما إذا كان سيتم السماح بالمسابقات هذا العام، كما يتوقع القائمون على المهرجان ألا يكون الحضور كبيرا كما كان في الماضي، لكنهم متفائلون بأنه قد يكون جيدا. ويعد مهرجان بوشكار للإبل بالفعل واحدا من عناصر الجذب المميزة في الهند، حيث يقبل عدد كبير من الناس على ركوب الجمال التي تكسوها أقمشة ذات ألوان زاهية وحلقات.